بالنسبه للبشره وبالنسبه يعني حتى هو كيبغي المكياج يكون مزيان يكون شي حاجه للماركه. وكاين السبور يعني ضروري ديري شويه ديال الرياضه وتتبغي الانسان يكون مرتاح وما كيبغيش السهر ما خصكش دائما تسهري. انا الحمد لله يعني البدايه ديالي في 83 وانا في ميدان الفني ولكن الحمد لله دائما عندي تنظيم في حياتي في اي حاجه في ماكلتي في كل شيء في نعاسي وقتاش كنفيق وكنفيق بكري وكنتمشى بزاف على رجليا ما كنديرش بزاف طوموبيل يعني كندير بزاف لا ماشي برجليا. الحمد لله كاينه شي حاجه ديال التمثيل غتكون ان شاء الله وكاين لمبوم غنائي سجلته في شهر 8 ان شاء الله قريبا غادي يخرج للسوق. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وابوني في لاشين يوتيوب.